إذا من مدينة عنابة من بونا الجميلة ومن مهرجان الفيلم المتوسطي بمدينة عنابة، هذا اللقاء الخاص على هامش ندوة خاصة بالسينما الفلسطينية. طبعا السينما الفلسطينية هي سينما المقاومة بامتياز جيلا بعد جيل، الكثير من الأفلام استطاعت أن تكسر الحواجز الإيديولوجية والسياسية وتصل إلى أهم المهرجانات في العالم. اليوم حتى طبعا وفد فلسطيني مهم من ممثلين وأيضا من مخرجين، طبعا ربما يجب أن نتحدث عن مخرج شاب هو عبد الله الخطيب الذي يعني أثر ورشة خلال فعاليات هذا المهرجان لمدة 3 أيام متتالية. معنا في هذا المباشر من قاعة المحاضرات بفندق سيبوس بعنابة عبد الله الخطيب، مساء الخير ومرحبا. مساء النور، تحياتي إليك ولكل المشاهدين والمتابعين لما يجري الآن في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. شكرا على الحضور، شرفتم الجزائر بلدكم الثاني دائما وأبدا. طبعا القضية الفلسطينية في قلب كل جزائري، ولذلك نتعلق بطريقة آلية بكل ما يقدم في السينما ونتابع الأفلام. لو طلبت منك اليوم أن تضعنا في صورة ما قدمت خلال الورشة، على ماذا ركز عبد الله الخطيب في تقديمه للورشة؟ حقيقة بهذه الورشة حاولنا نطلع عن النمطية بتقديم الورشات، حاولت قدر المستطاع ما أركز على القضايا النظرية المعتاد عليها بالورشات، لأنه جزء كبير من المادة العلمية موجودة على الإنترنت، فأي شخص اليوم عنده قدرة وصول كيف أكتب سيناريو فيلم قصير، ما هي قواعد صناعة فيلم قصير، كل الأشياء متوفرة على الإنترنت. اللي حاولت أركز عليه أكثر على التجربة المباشرة، كيف فينا نستفيد من خبرات مخرجين والفنانين الموجودين هون. استضفت بكل يوم عدد من المخرجين الفلسطينيين ومخرجين جزائريين لحتى يشاركوا تجارب الشخصية بصناعة فيلم الأول، شو الصعوبات اللي واجهتها، التحديات اللي كانت موجودة. وبرأيي كان هذا أفضل للشباب، لأنه دائما التجربة يعني أصدق عملية من الأشياء النظرية والمناهج المكتوبة على ورق. طيب آخر سؤال ربما قد يكون سؤالي فضفاضا عن السينما والمقاومة، السينما والقضية الفلسطينية خاصة اليوم مع هذا التصعيد الذي نعرفه منذ أكتوبر. هلا بشكل عام بغض النظر اذا اتفق انه السينما هي مقاومه غير مقاومه، لكن السينما هي مهمه بترسيخ صوره الفلسطيني بالسينما العالميه. السينما هي اداه وصول، من خلال السينما نحن عم بكون عندنا قدره وصول لمهرجانات كبيره، وهالمهرجانات عم بكون قدره وصول لجماهير مختلفه بهذا العالم لحتى نناقش القضيه الفلسطينيه، لحتى نناقش ما يجري الان في فلسطين، ودائما الاشاره الى مسؤوليه الاحتلال الاسرائيلي على ما يجري في غزه والضفه الغربيه، ومسؤوليته الغير مباشره عما يجري في مخيمات الفلسطينيين خارج فلسطين، سواء داخل سوريا أو الأردن أو لبنان. فبرأيي السينما ممكن توفر نافذة للحديث عن فلسطين لا نجدها في أماكن أخرى، نظرا طبعا لأنه كفلسطينيين في محاولة يعني دائما لكتم صوت الفلسطيني بهذا العالم، في محاولة دائما لتشويه صورة الفلسطيني بهذا العالم، في محاولة دائما لنزع الشرعية والإنسانية عن الفلسطيني بهذا العالم. فمسؤوليتنا من خلال السينما أنه نكسر كل هذه الهيمنة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد الخطيب وكل التوفيق في الورشات. أعود إلى الأستوديو إلى برنامج المورنينج على الشروق الإخبارية، ولكم طبعا تفاصيل وكواليس الندوة التي نظمت في إطار التعاون الذي حصل بين محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي ومؤسسة السينما الفلسطينية. شكرا لك يا آسيا.